أعلنت وزارة الصحة عن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة، مضيفة بذلك خيارا علاجيا جديدا لمرض فيروس كورونا. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية كونا، قال إن الدراسات السريرية لدواء سوتروفيماب أظهرت نتائج فعالة، حيث خفض من حالات دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 85%. وأضاف أن الكويت تعتبر ثاني دولة تقوم بترخيص هذا الدواء عالميا، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى كوفيد-19 وإتاحتها للمرضى بالكويت في أسرع وقت بعد الانتهاء من موافقات الجهات الرقابية.